كنشكو الاخوان الاعلام حقا الوكاله ديال الدوره هذه كانت دوره ناجحه بامتياز كما الحمد لله كل من النقاط دازوا بسويت الاجماع يكون اعضاء الوات وبطبيعة الحال كنشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد بانجاح هذه الدوره ان شاء الله بحول الله انه النقاط اللي دازوا في الدوره كلهم نقاط اللي في الحق نقاط حساسه بالنسبه للمنطقه طبيعه الحال كانت من اهمها هما المشاكل المتعلقه بالكهرباء وكان مستقل توزيع الماء والكهرباء ديال الرذاف اذا كانت مشاكل الحمد لله اللي كانت كتعاني منها الجماعه في حقها كثرة الآن الحمد لله وصلنا النتيجة أننا لا بالنسبة للكهرباء ولا بالنسبة لمصانع الشرب ولا بالنسبة للوضع الحار داخل المركز بأنه تم التعميم ديالو 100% وهذا الحمد لله إنجاز بطبيعة الحال لجماعة الوضع الطيب كذلك كان عندنا تدخل جانبي على الدورة أنا هو المدخل الرئيسي للحق ديال الجماعة واللي هو ما كنشوفوش المدخل الرئيسي ديال الجماعة فهو مدخل رئيسي لعمالة فاس ولجهة فاس مكان مكناس ومدخل وطني لأن يوجد مطار فاس سايس داخل الجماعة فإذا الحمد لله الحلة جديدة غادي تكون إن شاء الله بحول الله في القريب العاجل إن شاء الله بحول الله طبيعة الحال الطرقات الجانبية غادي نتغلبوا عليهم طبيعة الحال بمجهودات ديال المجلس ومشكور سيدي الوالي مشكور وطبيعه الحال المساهمه ديال الجميع بما فيهم السلطات المحليه ولا المصالح الخارجيه كلها اللي في حقها غتساهم في هذا الانجاز ان شاء الله بحول الله ديال الطرقات الجانبيه ديال المدخل الرئيسي ديال الجماعه وحنا ان شاء الله بحول الله في كذلك داز في نقطه انه واحد المركب سوسيو رياضي اللي غادي يكون ان شاء الله بحول الله ماشي الجماعه فقط غادي يكون انا بالنسبه لي كنشوفو مشروع جهوي مشروع جهه فاس مكناس ولو انه يوجد في الوضع الطيب انه ان شاء الله بحول الله غادي يكون فيه الى سخر سيدي ربي اننا بدينا الاجراءات نتاعو بقات الامكانيات الماديه اللي غادي نقلبوا فيها مع الشركاء ديالنا ان شاء الله بحول الله وغادي يكون مشروع ان شاء الله بحول الله بطبيعه الحال وليداتنا هما الولاء ان شاء الله بحول الله لانه بالنسبه لي غادي يكون تيران في المستوى الوطني وتيرانات للقرب وان شاء الله مسبح كبير عاوتاني ومسابح لوليداتنا كذلك في القرب كذلك قاعه مغطاه ان شاء الله بحول الله اللي غادي تكون فيها الهوند والباسكت بطبيعه الحال الادوات اللي غتكون ان شاء الله في المستوى ان شاء الله بحول الله كذلك ملعب الخيل كذلك فضاءات لا ثالثا اللي هو اهم بالنسبه للمنطقه الا هو مشكل ديال العمران وان شاء الله بحول الله النهايه ديال المشاكل اللي كانت كتعانيها الساكنه من مشكل العمران فاذا ان شاء الله بحول الله جاء الفرج وان شاء الله بحول الله في القريب العاجل ان شاء الله بحول الله غادي يكون هذا المشكل يعني محلول وغادي ان شاء الله بحول الله تبدا في التعويضات نتاع حال كما قال السيد الوالي مشكور اننا ان شاء الله بحول الله في الايام القليله القادمه ان شاء الله بحول الله غادي ان شاء الله بحول الله تبدا غادي نسليو التراخيص ديال اللوتيسمون الجهه ديال عمران الاثنين الشطر الاول الشطر الثاني بطبيعه الحال من بعده كان عندنا اتفاق قدام سيدي الوالي بالعمران ابعد تقدير هو 15 يوم ان شاء الله من بعد الترخيص غادي ان شاء الله يبداو يخلصوا ان شاء الله بحول الله ذوي الحقوق وذاك السديه كذلك المدارس ان شاء الله بحول الله كاين مدارس جديده ان شاء الله بحول الله غتنشا في الوضع الطيب ان شاء الله بحول الله وجات رساله بالنسبه لك الاراضي اللي ديال المدارس وزاره التعليم تاخذها ان شاء الله باش ما يبقاش مشكل عندنا ديال العقار ديال المدارس كذلك كما قلنا الدوره الثالثه ديال الكوليج ان شاء الله بحول الله اللي هو ان شاء الله بحول القريب العاجل غادي يبدا المقاول في العمل ديالو في المشروع كذلك الحافلات ديال النقل المدرسي اللي ان شاء الله بحول الله غادي نسلموا في القريب العاجل حافله وفي ايام في اسابيع ولا في اشهر غادي نسلموا جوج حافلات ان شاء الله بحول الله تما دازت المصادقه عليه ان شاء الله في المجلس اذا الحمد لله ولطيب ان شاء الله بغينا نشوفوها في حله جديده بغينا ان شاء الله نشوفوها مدينه ان شاء الله متكامله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا